اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإجهاره جسمه وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقر سدبة آمنة الزهرية، وقاسها القريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى، ونودي بالسماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية، وصب كل صب لهبوب النسيم السماء، وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حلالا سندسيا، وعلعت السماء وأدنى الشجار بالجان جنا، ونطق بحمله كل بفصاح الألسن العربية، وقرت الآسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتبشرت وحوش المشارق والمغارب واغتزت العالم، ومن السرور كعسا حميا، وبصرت الجن بإذلال زمني، وانتهكت الكهنه ورهبت الرهبانية، ولا إذا بخبري كل حبر خبير وفي حلا وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين خير البرية، وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قبا. عتر اللهم قبره الكريم بعرف سليم من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من أمره شوران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجرية، وما كسبهم شورا
تسعة أشهر قمريا، وآن للزمان أن ينجلي عنه السدى. حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الحاضرة القدسية، وأخذها المخاض فولده صلى الله عليه وسلم نورا يتناله السنة. صلى الله على محمد. يا النبي أحمد الذي محمد صلى
صل الله على محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.